وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني. مساء الخير سيد محمد، وأهلا بك في نشرة الثامنة. البيان المشترك الذي تم توقيعه أو الموافقة عليه بين مملكة البحرين، الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، أكد أن هناك تعاونا مشتركا، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم بهذا الشأن تتعلق بالخدمات الجوية والتنقل أيضا. هل لك أن توضح للسادة المشاهدين مجالات التعاون بين مملكة البحرين وإسرائيل في مجال الطيران المدني؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. طبعا بعد التوقيع على إعلان السلام وإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، واللي هو في الواقع يأتي انطلاقا من رئيس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى، تم عقد جلسة مباحثات يوم الأحد الماضي مع الجانب الإسرائيلي، وكانت قناعة وفي الواقع عكست رغبة البلدين في إقامة علاقات متميزة تقوم على أساس التعاون المشترك بين الطرفين. ومن هذا المنطلق تم التوقيع على مذكرة التفاهم واللي تحث على تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وأيضا تبادل الخبرات في هذا المجال. في الواقع احنا تم في الاجتماعات الثنائية بحث عدة مواضيع تتعلق بالطيران المدني، منها على سبيل المثال الاستفادة من الخبرات التدريبية ومراكز التدريب المتخصصة الموجودة في البلدين، وهذا بدوره أيضا راح يساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وأيضا تنمية قدراتهم ومهاراتهم. تم أيضا التطرق لإمكانية الاستفادة من الممرات الجوية الواقعة في الأجواء بشكل يساهم في تقليص الوقت اللي هو وقت الرحلة، وأيضا الكلفة التشغيلية للنقلات الوطنية في كلا البلدين. يعني مثل ما احنا عارفين أن كل من كان الممر الجوي مباشر إلى الوجهة، كل ما كان هناك في وفرة في وقت الرحلة وأيضا في الكلفة الاقتصادية للتشغيل. تم أيضا تطرق لأمور فنية أخرى تتعلق بتبادل الخبرات في صناعة النقل الجوي بما يعود بالمنفعة على كلا الطرفين. نعم سيد محمد، يعني تحدثت يعني بإيجاز عن مسألة التدريب الخبرات وأيضا مسألة التنقل. هل لا زال الوقت مبكرا للحديث عن رحلات مباشرة أو تعاون من هذا النوع بين مملكة البحرين وإسرائيل؟ طبعا الآن احنا يتم العمل على وضع اللمسات النهائية لاتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي. هذه الاتفاقية في الواقع هي تسمح بتشغيل الرحلات الجوية التجارية بين البلدين. الاتفاقية هي الإطار القانوني لتنظيم حقوق النقل، وأيضا تعيين النقلات الوطنية في كلا البلدين، وأيضا تسمح بدخول في الاتفاقيات الرمز المشترك اللي هو الكوشير. نعم. والأمور الأخرى الفنية المتعلقة بأمن وسلامة الطيران. يعني متى ما تم التأشير إن شاء الله على الاتفاقية، نعم، وهو راح يكون في اجتماع لنهاية هذا الأسبوع، والأمور الآن في المراحل النهائية، من ثم يبتدي الاستعداد الفني لعملية التشغيل بين البلدين. نعم السيد محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني، شكرا جزيلا لك.